أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد في آخر شهر يناير أن معظم صناع السياسة عبروا عن القلق من مخاطر التبكير بخفض الفائدة في ظل حالة عدم اليقين بالمجلس إزاء المدة التي ينبغي أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي لإعادة التضخم إلى هدف البنك. واتفق صناع السياسة على أنهم بحاجة إلى ثقة أكبر في تراجع التضخم قبل النظر في خفض معدلات الفائدة، مما يشير إلى نهج حذر وربما أبطأ لخفض الفائدة الذي من المتوقع أن يبدأ في شهر يونيو.